الظاهر انه هذه كاميرات مراقبه، يعني مادام كاميرات تراقب في مكان ما يعني هي محتاج تكون كاميرا مراقبه. اللي شفناه في الصوره هو تقنيه تعرف على الوجه، حسب الظاهر ان تقنيه تعرف على الوجه، لكن ما نعرفوش هل هو تعرف تقني يعني تعرف ذكي على الوجه، يعني ينجم يحدد الشخص اللي تم يعني التركيز على وجهه بصفه فرديه، نعرفوه هذاك فلان الفلاني صاحب بطاقه تعريف وطنيه عبد كذا كذا الى اخره، والا هو مجرد تقنيه للتعرف على الوجه كما نشوفه مثلا كي تاخذ سيلفي بتليفونك لو كي تصور بالتليفون، فما كل ريكونيسونس فاسيالك الكارو اللي يجي في التليفون يعقل الوجوه. المرجح انه هذا يعقل الوجوه اكهو، علاش؟ خاطر باش تكون تقنيه يعني ذكيه للتعرف على الوجه يفترض وجود قاعده بيانات بيومتريه، هذا لحد الان وحسب ما نعرفه مش موجود. هو فما تشابه لأنهم الزوز يتعرفوا على وجه شخص، يعني إذا كان الشخص هذاك موجود في مكان ما يعني معطيته بيومترية، ولا واحد من الأعوان الحاضرين في قاعة العمليات، ولا يعني يعرفه ولا هو مشتبه فيه، ينجم تصير يعني إيدنتيفيكاسيون، يعرفوا شكون الشخص بصفة محددة. الفرق لهنا في يعني نسبية وإمكانية التعرف المباشر والآلي على الصورة على صاحب الصورة. في التعرف الآلي على صاحب الصورة إذا كان عندك قاعدة بيانات بيومترية، فيعني يصير يعني مجرد خوارزميات تحاسوب تعمل إيدنتيفيكاسيون مباشرة للصورة هذيك مع قاعدة البيانات وتعرف شكون بالضبط من جملة مثلا في فضاء عام فيه 100-500 ألف شخص. طريقة مباشرة يتم تحديد الشخص هذاك شكونه، كيف معطياته الشخصية المقرونة بالمعطيات البيومترية اللي يكونوا مسجلين في قاعدة بيانات بيومترية اللي لحد الآن ماش موجودة في تونس. هذا خليني نرجع الموضوع سابق كان طرحته وزارة الداخلية، وهي أن عادة للساحة مشروع بطاقة تعريف وجواز سفر البيومترية. خليني نركز هنا مع بطاقة تعريف البيومترية أساسا اللي وزارة الداخلية ما زالت مصرة للأسف على إنشاء قاعدة بيانات بيومترية. إنشاء قاعدة بيانات بيومترية احنا كمنظمة تاكسيس ناو وحتى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ضد هذا التمشي. هي بخلاف انها انتهاك للحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية للمواطنين، هي ايضا خطر امني كبير، لانه كما قلت ينجموا مثلا للاسف بعض الموظفين اللي ما يحترموش السر المهني ولا بعض الاعضاء المحسوبين على بعض النقابات الامنيه يقوموا يعني باستغلال هذه المعطيات بطريقه غير قانونيه، وهذا شفناه ايضا من دون حتى وجود قاعده بيانات بيومتريه او هذه التقنيه. شفنا بعض الصفحات المحسوبه على النقابات الامنيه تنشر في صور متهمين وهذا مش دورها بتاتا. يعني الجانب الامني المهم زاده هو من ناحيه الامن السيبراني اللي ديما ناكدوا عليه. راو إذا كان باش تعمل قاعدة بيانات بيومترية وباش تعمل تقنية هذية، لا قدر الله في حالة قرصنة، لا قدر الله في حالة تسريب معطيات، يعني الضرر راهو تقريبا يكون بطريقة نهائية، لأنه المعطيات البيومترية معطيات حساسة وحساسة جدا. وهذا مثلا ما خلى أنه محكمة العدل الأوروبية سنة 2015 في الإرشادات والتعليمات تاعها حول يعني نظم المراقبة البصرية أنها تمنع توصي بمنع يعني تقنية التعرف الذكي عبر كاميرات المراقبة. الإعلام حاجة أساسية بخلاف أنه يمكن الناس أنه يعرفوا كونه معطياتهم الشخصية اللي متمثلة في تنقلاتهم، في يعني حتى لباسهم اليومي، حتى في الأشخاص اللي تقابلوا معاهم، هذا يمكنهم مش أنه يدركوا أنهم ثم تحت المراقبة البصرية، لكن هذا أيضا الجانب الأمني هذا يساهم فيه، لأنه إذا كانت باش تحط كاميرا بتاع مراقبة يعني اللي كان يخم باش يعمل يعني عملية مخالفة للقانون يراجع نفسه مو يجمع يعملهاش. فلهنا الإعلام بالإضافة أنه يحمي الخصوصية ويخلي الناس تعرف على حقوقها، فأنه عنده دور أمني. إذا كان فما كاميرا تاع سيرفيونس، راو الشخص اللي باش يعمل يعني اللي باش يعمل عملة يفكر مرتين قبل ما يعملها. ناخذ مثال بسيط، في الطريق لما تشوف فما رادار وحدك توقف،
يعني اذا كان يتم اعلامك انه فما رادار في الطريق ولا كاميرا في الشارع تراقب فيك، فاللي يخم باش يعمل حاجه مخالفه للقانون يراجع نفسه وينجم يعملهاش، بالعكس هذا يساهم في الجانب الامني. في تونس عندنا يعني اسس نجموا نزيدوا نبنيوا عليها. عندنا قانون سنة 2004 لحماية المعطيات الشخصية، فما هيئة قائمة الذات، لكن للأسف احنا متأخرين من ناحية أنه تونس ما احترمتش المواثيق الدولية اللي صدقت عليها، منهم المثال يعني الكونفنسيون سويت لمجلس أوروبا اللي صدقت عليها تونس في 2017، منهم توفير مزيد من الإمكانيات لهيئة حماية المعطيات الشخصية، منهم ضمان استقلالية هيئة المعطيات الشخصية من ناحية التمويل ومن ناحية الذات المعنوية. هيئة المعطيات الشخصية ما زالت تتلقى ميزانيتها من وزارة العدل، بينما الاتفاقية 108 تفرض أن وزارة تفرض سمحوني بينما الاتفاقية 108 تفرض أن هيئة حماية المعطيات الشخصية تكون عندها استقلال مادي ومعنوي. ما زلنا متأخرين من حيث أنه القانون اللي سنة 2004 قانون قديم، مثلا إذا كان ناخذ جانب الكاميرا في الفضاء في الطريق العام ما نصش عليه، هذا خلى أنه الهيئة بسلطتها التقديرية هي اللي تعطي إرشادات. احنا نتمنى أنه القانون قانون حماية المعطيات الشخصية يتم تحيينه، لأنه إذا كان مش نمشيو في تمشي نتاع بطاقة تعريف وجواز سفر بيومتري، إذا كان نخموا في كاميرات مراقبة في الفضاء العام، إذا كان نخموا في كل ما هو تكنولوجي في الخدمات الإدارية ولا حتى في الجانب الأمني، راهو لازم نبنيوه على أساس صحيح يحمي الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات، وأيضا ياخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني، لأنه تركيز هذه الأنظمة راهو فيه جانب أمني كبير. إذا كان ما تمش تركيزها بالطريقة المثلى وبطريقة متسرعة وما تكونش الميزانيات المرصودة لها يعني واضحة وشفافة وموجودة، وما يتمش هذا بصيغة تشاركية مع كافة المتدخلين من هيئات من منظمات مهتمة من خبراء تونسيين وحتى خبراء دوليين من الاتعاظ بالتجارب المقارنة، هذا راهو ينجم يؤدي لتجارب فاشلة كما للأسف شفناه في الهند أو في الأرجنتين أو حتى بعض المنظمات الدولية اللي فشلت في حماية المعطيات الشخصية، واللي كان الضرر اللي كان المفروض ما يحصلش بإنشاء مثل هذه المنظومات، الضرر يولي ضعف ولا أكثر من الضعف، لأنه في عوض ما أنها تحمي الخصوصية وتوفر الجانب الأمني، ولت المنظومات هذه عرضة لانتهاك الخصوصية وخلقت فجوة أمنية أخرى. فمن الباب هذايا ندعو يعني فمن الباب هذايا دعوتنا لكافة الأطراف المتدخلة على رأس وزارة الداخلية بمزيد من الوضوح والشفافية في الناحية هذه، لأنه في الأخر الكلنا الهدف متاعنا حماية حقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وأيضا يعني في إطار ضمان أمن الجميع. Thank you.